هذه الوقفة الاحتجاجية حول موضوع الذهب واستيراد الذهب العشوائي، لأن أصبحت الصياغة الآن فقط جامات للعرض ليست للصناعة. احنا نطالب الحكومة المحلية والمركزية ضمن برنامج جهاز التقيس والسيطرة النوعية حول الذهب الذي يأتي من خارج العراق، ونفعل دور القطاع الخاص حول تصنيع المصاغات الذهبية في محافظات القطر جميعا. طبعا هذه من أولوياتنا حول دعم الصاغة في محافظة نينوى. متطلبات الصاغة: أولا التفات الحكومة المحلية والحكومة المركزية على الصاغة، ونطلب من الحكومة المركزية عدم استيراد المصوغات التي تجي من منطقة الخليج، لأن المصوغات يعني لعب بها داخل من تجي هنا يصير عندنا الذهب مغشوش. وين لعب بها؟ من قبل التجار اللي يجيب المصوغات من الخليج، فيصير غش بالداخل المصوغات. عملية الغش وين يصير؟ تصير ضمن ليس من نفس الخليج، إنما من ياخذ الصايغ يتلاعب به بالطريق او مكانه يجي يعرضه على الصياغ. احنا من راح نمنع المصوغات اللي تجي من خارج العراق؟ المفروض هنا السيطره النوعيه الموجوده في محافظه نينوى وتفعيله من قبل السيطره النوعيه مع اعضاء من اتحاد نقابات العمال مع الامن الوطني، مراقبه الصاغه الذي تستخدم هذه الحاله. حضرنا لدعم قطاع عمالنا نقابه الميكانيك اللي هم الصاغه، تشجيع اليد العاملة وتقليل المستورد وتحسين مستوى معيشة العامل عندنا، لأنه المستورد خضع على اليد العاملة وفقدنا كثير من الخبرات اللي عندنا من قطاع العمال مالنا. هي هسه هذا التجمع وسيلة ضغط للحكومة المحلية، ويصال صوت قطاع عمالنا للحكومة المركزية وزارة التجارة أنه منع الاستيراد، وراح يكون تجمع مره مرتين، وراح نسوي ان شاء الله يعني فد لجنه ونوصل صوتنا للجهات المسؤوله. الورش العراقيه بالذات اهل الموصل مشهورين فن الصياغه، ومظاهر الخليجي كلش طبيعي. بدايه نطالب الحكومه انه ما تقطع الخليجي، لا تحد من عنده عن طريق فرض ضرائب ضخمه. تقوم تشتغل الورش. الورش الموجود بالموصل تقدر تقريبا ب 300 ورشه 400 ورشه. كل ورشة بها تقريبا 5 نفرات، يعني تقريبا 150 عائلة على مستوى العراق، كذا ألف يد عاملة تقف. هذه الشغلة مطالبة ما بس للصياغ، مطالبة للمهن الأخرى مثل النجارين مثل البزازين. ليش إحنا ست مكرم السامع من أصغر شيء من ملابسنا اللي فوق مستورد؟ ليش ما نحرك اليد العاملة؟ تحريك اليد العاملة توفر فرص شغل للناس، وبنفس الوقت تكون العملة محصورة في البلد. بديل عندنا معامل، انا عندي معمل صب وغيري عنده معمل صب، واذا ما احنا عندنا الاقليم تابع للعراق، هم عنده معامل صب، بغداد عندهم معامل صب، والعيار عيار موجود قياس السيطره النوعيه بالموصل وبغداد. ما ينزل قطعه بالجام اذا ما مختومه 21 ومضبوط وينفحص من قبل قياس السيطره النوعيه اللي بالموصل او ببغداد. هذا البديل نستفاد منه، اول شيء العمال يشتغلون، ثاني نقطه السعر اقل، المواطن اللي يجي يشتري اقل، يخلص من هاي التكلفه مال جلبان، وانه الاجور غالي وانه الاشنو. صاعدنا الجوده نفس النوعيه والعيار نفس العيار، بعد ما لها داعي الاستيراد. لا يمكن توفير الذهب افضل من المستورد الا بوقف الاستيراد. نشجع المحلي ونشجع التجار لجلب او الاستيراد الاجهزه المتطوره من اجل انتاج ظاهر خليجي، بدون مستحيل تتطور الصناعه الوطنيه. هاي واحده. اثنين، الاستيراد راح يكلف الدوله ويصير ضغط على الدينار العراقي، على الدينار العراقي سلبا. ليش؟ لانه ملايين الدولار بدها تطلع اجور عمل، اجور عمل الى الخارج. اثنين، البطاله لا يمكن القضاء عليها، يعني لسه 50% من العمال خرجوا من قطاع الصاغه بسبب المستورد اللي ضرب السوق.